ايه طبعا اعمل بدك اياه كما كما تريد، ولكن لا اريد ان اقدمك بكم كلمه الفكره. الكتاب هو خيمه من الاسمنت، صور حكايات يوميات من الواحه المفقوده، والمقصود بها مخيم اليرموك، وهو اكبر المخيمات الفلسطينيه خارج اكبر مخيم في العالم وهذا المخيم، هذا الكتاب الحقيقه سيتحدث عنه صاحبه، ولكن هذا الكتاب هو كتاب اقرب الى الادب في سرده، قريب من الادب ولكن يقوم على الوثيقه. يوميات يعني هو يوميات وحكايات وعلاقه المخيم بفضائه الدمشقي منذ قيامه الى حطامه. تفضل. جائزه اليوميات خيمه من الاسمنت. هذا كتاب يوميات ترصد المكان المخيم الفلسطيني وتتقصاه في لحظة تراجيدية بامتياز، كتابة تحفر في تاريخ ذلك المكان وتحولاته منذ نشأته وحتى سقوطه حطاما بفعل حرب مدمرة. عمل سردي ينوس بين الوثيقة والتخيل الأدبي عن مخيم ملأ اسمه وملأت أخباره الأسماع. فقد شكل مخيم اليرموك ومحيطه السوري ممثلا بحيي التضامن والحجر الأسود مأوى سكنيا لأكثر من مليون فلسطيني وسوري، فأي مصائر مرعبة آل إليها هؤلاء البشر من جراء تدمير موطن سكناهم هذا؟ يطرح الكاتب السؤال ويجيب عنه ما نعرفه وما نحن متأكدون منه تمام التأكد، أن معظم البيوت أصبحت خرابا، ولكن كم عدد الذين ماتوا من سكان المخيم ومحيطه، وكم عدد الذين يعيشون منهم الآن في بيوت للإيجار أو في مخيمات البؤس في الأردن ولبنان والشمال السوري وتركيا، وكم صار من هؤلاء البسطاء أبناء الحياة الذين لم يحلم كثيرون منهم يوما بمغادرة حاراتهم فضلا عن مخيمهم؟ كم صار منهم الآن سويديون ونرويجيون وهولنديون وألمان إلى آخره؟ ما حالهم مع أوطانهم الجديدة؟ وما حال أوطانهم الجديدة معهم؟ كتاب يوميات مؤثرة تجمع إلى الوثيقة مغامرة المخيلة السردية لكاتب قصصي لتصور المخيم الذي جرت تسميته عاصمة الشتات الفلسطيني. هذا كتاب أثر أدبي نال عنه الكاتب بامتياز جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة فرع أدب اليوميات. وشكرا. شكرا.